مساء النور، مرحبا بكم في موعد جديد ومتجدد من رانديفو لاف. كما كل يوم نحييكم وين ما كنتوا تتفرجوا فينا داخل تونس او خارجها، ونشكركم برشا برشا على متابعتكم ووفائكم وتفاعلاتكم اينما كنتم. حلقه اليوم يرافقني فيها كل من بسام حمدي. مساء النور. اهلا وسهلا، مساء الخير ماجد البرهوي. مساء النور، تحياتي ليك احلام والبسام ولكل مشاهدي قناه التاسعه. حلقة باش تكون فيها عديد العناوين. رئيس الجمهورية يصدر تعليمات باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على ملك الدولة وتحميل مسؤولية لكل من ثبت تورطه في التفريط في أملاك الشعب. باش نرجعوا لزيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى هنشير نفيذة أول أمس، وكذلك حديثه عن مسالك التوزيع والعمليات المراقبة مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون. تصريحات وزير الداخلية على أنه الوحدات الأمنية تعمل على تكثيف الحملات لمكافحة الاحتكار مع رقمنة منظومة التزود والتزويد في سوق الجملة لتسهيل عمليات المراقبة. وعنا باش نرجعوا على جملة وعدد العمليات الرقابية. تصريحات وزيرة العدل كذلك عن تطوير الإدارة الإلكترونية واستكمال المنظومة التبادل الإلكتروني للوثائق في القضايا المدنية بمساهم في تقلص الزمن القضائي. وزيرة العدل تؤكد لا وجود لمساجين فن أو مساجين سياسة في تونس، وتعود أيضا على قانون الشيكات وعديد العناوين الأخرى. ضيوفنا تباعا باش يكونوا سي معز الشريف نائب المجلس الوطني للجهات والاقاليم عن ولايه سوسه، وسي علي زغدود نائب البرلمان عن ولايه مدنين، وجديد قناه التاسعه. ما ننساوش انه فما 5 ملايين كاش للربح. ما عليك ان تبعث اس ام اس على في حرف ا على الرقم 85840 باش تزيد تقوي حظوظك في الربح. ابعث اكثر من اس ام اس باش ال 5 ملايين يكونوا من نصيبك. يعني باس ام اس نجم تلقى في ديك 5 ملايين كاش يعاونوك على المصروف. اس ام اس فيه حرف ا على 85840 من غير حتى مجهود. ال 5 ملايين يكونوا عندك. حظ موفق للناس الكل، ولازمكم تبعثوا اكثر من اس ام اس باش تكون عندكم اكثر حظوظ في الفوز معنا بهذه الجائزه القيمه. باش نبداو بالخبر الاول على اثر الزياره التي قام بها اول امس الى هنشير انفذه في ولايه سوسه. اصدر رئيس الجمهوريه تعليماته باتخاذ اجراءات عاجله للحفاظ على ملك الدوله العام والخاص وتحميل المسؤوليه كامله لكل من ثبت تقصيره او تورطه في التفريط في املاك الشعب التونسي، وذلك خلال إشرافه أمس على جلسة عمل ضمت كل من رئيس الحكومة ووزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمدير العام لديوان الأراضي الدولية. وباش نرجع على زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى هنشير أنفيذة أول أمس، والتي عاين خلالها الفساد والخراب والتخريب الذي لحق بهذا الهنشير القيم. أكثر تفاصيل في التقرير التالي لدراء الغربي. معناها خراب، كانوا قصف جوي هكا تاع دار العجيب، هو القصف تاع اللصوص. إهمال عدم الشعور بالمسؤولية فضلا عن الفساد المشامات غير مقصود، ولكن فساد مقصود. قد يتغير الزمان والمكان، لكن المشهد ذاته يتكرر من هنشير الشعال جنوب البلاد إلى هنشير انفيذة شمال شرق تونس. فساد وتقصير واستهداف ممنهج لتدمير مكاسب الشعب التونسي والعبث بمقدراته. نفس الممارسات والأساليب تتكرر لتطال مرة أخرى هنشير انفيذة الذي يعد جزء من نضالات التونسيين الذين استشهدوا من أجل أرضهم وخلد التاريخ أسماءهم. لابد من أن أذكر الشهداء والشهيدة التونسية التي سقطت من أجل تحريري أمشير الفيضة. أذكر محمد صالح بن إبراهيم الفزاني، المولدي بن صالح بن أحمد بن إبراهيم، حسن بن أحمد بن فرحات المثلوثي، المبروك بن محمد بن عامر، منوبية بن علي بن نصر. هنشير انفيذة الذي شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه مطمورة تونس، وأن منتوجاته كانت تغطي حاجيات عديد الولايات قبل أن ينتشر الفساد. تقلصت مساحته التي كانت تقدر بمئة ألف هكتار لتصبح اليوم لا تتعدى 80 ألف هكتار فقط. كانت هناك زراعة للأعلاف،
أعلاف خضراء شتوية وصيفية وشوير، ولم أرى من هذه الأعلاف شيئا. خضروات وبيوت مكثفة لزراعة الطماطم والفلفل والقرع واللوبيا الخضراء، ولكن لا أثر لها على الإطلاق. ست آبار عميقة وكانت معدة للسقي والأشجار المثمرة وتزويد مركز تربية الدواجن. يبدو أنه من هذه الآبار الستة لم يبقى إلا اثنتان بائرة. وقال سعيد إن الفساد لحق أيضاً بعملية تخضير الزيتون، حيث يتم ترتيب مزاد في الظاهر ولكنه في الواقع مزاد لا يرسو سوى على شخص واحد، مشدداً على أنه سيتخذ الإجراءات العاجلة على المستوى الوطني، كما أمر بفتح تحقيق عدلي لتحميل المسؤولية لكل من يثبت القضاء ضلوعه في نهب أموال الشعب والاتجار بعرق العمال. حرب على الفساد والمفسدين أينما كانوا، ومعركة تحرير وطني هدفها البناء والتشييد، هذا ما يؤكده رئيس الجمهورية من خلال زيارات ميدانية متكررة واطلاع على أدق التفاصيل وتوليه جميع الملفات بنفسه وكشف مكامن التقصير والفساد وتحميل المسؤوليات والمحاسبة للقطع مع سياسة الإفلات من العقاب. مشكورة جدا نادر الغربي على هذا التقرير اللي عملنا به حوصلة لزيارة رئيس الجمهورية إلى هنشير أنفيذة، ما زالت حديث الساعة بسام رغم الزيارة كانت في معناتها منذ أول أمس، لكن ما زالت حديث الساعة تقريبا المشهد نفسه كما قال الدرة في التقرير، ننطلق من فكرتها هي اللي كان في هنشير الشعال نفسه رناه في هنشير أنفيذة، تقريبا نفس المشهد، أشجار يابسة وبجنبها بالضبط أشجار خضراء، أملاك مهملة، عديد الأشياء اختفت من غادي، سواء كان زراعات سواء كان حيوانات دواجن وما إلى ذلك، تقريبا نفس الوضعية تتكرر في أملاك المفروض اللي هي عين الدولة تكون سهرة عليها. هو كان تفكر أحلام الأسبوع الماضي، أنا قلت قديش فيك من شعال يا تونس، يعني شوف بؤر الفساد للأسف الشديد ولات داخل المؤسسات العمومية وداخل أملاك الدولة، وهذا ما قاعدين نكتشف فيه اليوم خلال الزيارات هذه المتنوعة لرئيس الجمهورية. أنا نفهم أن الزيارات هذه عندها دلالات سياسية وعندها دلالات اقتصادية ودلالات اجتماعية. اليوم في العهدة الرئاسية الجديدة التي أسميتها بعهدة الوعود، يحاول رئيس الجمهورية أن ينطلق ويفتتح هذه العهدة بالتركيز على ملفات الفساد داخل المؤسسات العمومية، لأنه يعلم جيدا أن اليوم الفساد استشرى في الوظائف وفي المؤسسات العمومية أكثر من المؤسسات الخاصة وأكثر من القطاعات الخاصة، على هذا يتوجه إلى المؤسسات العمومية التي على ملك الدولة التي انتعش فيها الفساد والتي أصبحت يعني بمثابة غنيمة للكثير من المستكرشين. بقي أن فتح الملفات الفساد هذه أعتقد أنه لازم يكون مرفوق بالكثير من القرارات السياسية الصائبة غير متسرعة، لأنه للأسف الشديد سابقا جانا رئيس حكومة حكى على الحرب على الفساد وكانت حرب على الفساد على الشكلية، إن شاء الله الحرب على الفساد هذه تتبعها إجراءات عاجلة، إن شاء الله الحرب على الفساد هذه يتم على إثرها استرجاع أملاك الدولة واسترجاع المؤسسات العمومية للدولة التونسية التي نهبت ثرواتها. وخير دليل على ذلك الصور اللي قاعدين نشوف فيها حاليا من ناحية الأبعاد الاقتصادية للزيارات، أفهم أنه الدولة اليوم تحاول التعويل على أملاكها وعلى الأراضي الدولية الفلاحية في إطار ما يسمى بالتعويل على الذات لتوفير موارد مالية داخلية عوض التركيز على الاقتراض الخارجي أو الاقتراض الداخلي. لكن للأسف الشديد خلينا نقول الدولة تأخرت كثيرا في فتح هذه الملفات، صحيح اليوم مهم جدا أنه يتم فتح هذه الملفات تمنينا من قبل، لكن أعتقد أنه فتح الملفات لابد أن يكون مرفوق بإجراءات عاجلة، لأنه اللوبيات الفساد أكيد سترد الفعل وستحاول ربما رد الفعل على فتح الملفات هذه. أظن أنه المسألة لا تتعلق فقط بمسائل تشريعية وإنما بمدى قدرة التحكم على مؤسساتها. شوف اليوم لقينا مفارقة صعيبة، الأراضي الدولية الفلاحية اللي حافظت عليها الدولة التونسية وبقات تتحكم فيها هي، فيها ملفات فساد
كبيرة جدا، والأراضي الدولية الفلاحية اللي أجرتها دولة لمهندسين فلاحيين هي بدورها فيها ملفات فساد أكبر. إن شاء الله يعني الخطوة هذه متاع فتح ملفات فساد في الهناشر هذه الكبرى إن شاء الله ما تكونش خطوة فقط للتمهيد لمنح الأراضي الدولية الفلاحية هذه للشركات الأهلية. من حق أن الشركات الأهلية ربما تتمتع بمنوال اقتصادي، أما إن شاء الله يتم منح الأراضي الفلاحية وفق دراسة معينة للكفاءات، هل القادرة أنهم باش ينقذوا الهناشر هذه ولا لا. يعني ما يتمش التفريط في أراضي الدولة الفلاحية الدولية الفلاحية في إطار مشروع سياسي فقط، لأنه لا قدر الله لو كان تنحيها من ناس فاسدين وتزيد تعطيها الناس ما عندهمش كفاءة وما عندهمش قدرة على الفعل الاقتصادي، فإنك لهنا قاعد تلعب بهناشرك. أنا في اعتقادي أنه المرحلة هذه تقتضي أنه الدولة التونسية هي من تمسك بممتلكاتها وهي من تدير ممتلكاتها. تقول لي أنت ياسر على الدولة وكيفش مش سيرهم، لا مش ياسر على الدولة. اليوم عندك سلطة بمختلف مندوبياتها الجهوية والفلاحية، عندك وزارة فلاحة، عندك وزارة أملاك دولة، عندك إدارة ضيعة عسكرية قادر أنك تتحكم وتسترجع الأملاك هذه وتحييها وتبعث فيها خطة إسعاف عاجلة، لأنه رأوا إعادة التفويت فيها مجددا ربما سيجرنا إلى الهاوية مرة أخرى، وإن شاء الله ما يصيرش هذا. عدم التفويت في هذه الأراضي ماجد يقول بسام، وأنه الدولة تقف على رزقها كيف ما يقولوا مارتها، منطق رزق البليك يجب أن يتوقف والدولة تعاود تاخذ بزمام الأمور وتعيد الإشراف على هذه الثروات المهدورة. نعم، شوف بسام هو يحكي، أنا استرجعت التاريخ على هنشير نفيذة وما أدراك ما هنشير نفيذة، معناه قدر هذا الهنشير وأنه يعود في كل مرحلة تاريخية إلى دائرة الضوء. الهنشير هذا لو نعود إلى تاريخه معناها سنفهم مكمن الداء، أين لماذا وصلنا إلى هذا الحال. يعني هذا هنشير كان عنده أملاك، كان عنده ملاكين من الخواص التونسيين، كانت قبائل ولاد سعيد في تلك المنطقة هي التي تتولى معناها تسير هذا الهنشير وداخل في أملاكها في تلك الفترة. قام الملك أحمد باي بانتزاع هذا الهنشير منها لأنه ما كانتش معناها منضوية في المنظومة الملكية إلى غير ذلك، كان نوع من العقاب. أخذ هذا الهنشير عنوة بالقوة وجعلهم أقنان معناها يعملون فيه معناها لا أكثر ولا أقل، وهم أصحاب الأرض الحقيقيين. ثم إمعانا في إذلالهم فوت فيه للوزير الأكبر خير الدين باشا في وقت ما، ولما عزل خير الدين باشا من الوزارة الكبرى ومعناها رحل إلى اسطنبول للأسف الشديد رغم معناها التاريخ العظيم لخير الدين كمصلح، فوت فيه لشركة فرنسية. الشركة الفرنسية هذه معناها كانت من أسباب استعمار فرنسا لتونس، وجاء الاستعمار الفرنسي بتعلة حماية أملاك هذه الشركة التي فوت لها خير الدين باشا فيما لا يملك. بطبيعة الحال وبقي هذا الهنشير لما بعد الاستقلال إلى أن وصلنا إلى قانون تأميم الأراضي الزراعية لسنة 1964 واستردته الدولة من معناها ملكيه الفرنسيين وعاد إلى الملكية العمومية. أعتقد أنه كان من المفروض في تلك الفترة معناها من استقلال تونس ومن إعادة الأمور إلى نصابها إلى غير ذلك أنه نبحث عن المالكين الحقيقيين لتلك الأراضي، عن هذا العرش، على من بقي منه أو عن تلك الحجج التي تثبت ملكية هؤلاء، لأنه تم اعتماد مبدأ المفعول المنشأ للترسيم معناها وأصبح الحق العيني لا يتم إثباته إلا بتاريخ تسجيله في إدارة الملكية العقارية، وهو ما استندت عليه السلطات الاستعمارية لانتزاع هذا الهنشير، واستوحت هذا النظام من أستراليا وألمانيا. حتى فرنسا ما عندهاش راهو النظام هذا على فكرة متاع إثبات الملكية بالتسجيل العقاري. وبالتالي أعتقد أنه لو عاد الحق إلى أصحابه بعد الاستقلال لكنا معناها تجنبنا كل هذه الكوارث التي تحصل. يعني نعرف جيدا الملك العمومي كيف ينظر إليه، لا أقول كل التونسيين ولكن فئة من التونسيين، رزق البيليك معناها تستسيله، لا تبذل جهد كافي لمعناها صيانته وحمايته، عندها في نهاية المطاف أجرة شهرية إلى غير ذلك، معناها تأخذ أجرتها وكفى الله المؤمنين شر القتال. لو كان مالك حقيقي واقف على ملكه أعتقد برأي المتواضع كان يمكن تلافي كل
كل هذه الوضعية السيئة التي وصلنا إليها. ربما هنا نختلف معك بسام، ربما لو يقع إعادة هذا الملك إلى أصحابه، تو عنا من عام 1850 لليوم أعتقد تولدت أجيال وأجيال، ما عادش باش نجمو نعرفوا الملكين الحقيقيين، وربما أعدادهم ولات كبيرة برشا، وهكا باش نسقطوا في تشتت الملكية. لا لكن قلت الدولة تسترجع أملاكها، الدولة هي هذه أملاك الدولة ماجد، يلزمك أنت كدولة تشرف عليها. الدولة أعتقد أنه تسير معناها الأراضي الفلاحية أصبح اليوم برأي المتواضع لم يعد من اختصاص الدولة، كما مثلا الدخان وغيره وكذا. الدولة اليوم ثم بعض القطاعات أعتقد أنه لازم تتخلى عليها للخواص، ثم قطاعات أنا معاك مثلا الخطوط التونسية وغيره، وأنا معاه أنه الدولة تقعد معناها عندها المؤسسة العمومية متاحة، لأنه شفنا أهمية الخطوط التونسية مثلا في إعادة أبنائنا من الخارج وغيره، ثم عندها أدوار مهمة. لكن أعتقد ضيعات فلاحية بسام، أو ربما الدخان، وكالة التبغ والوقيد وغيره، أعتقد أنا الأوان وأنه الدولة على الأقل إذا كان ما تفوتش فيها مطلقا بشكل كامل، على الأقل بشكل جزئي تديرها مع الخواص. شنو اللي يمنع وما ضر الدولة في أنها مثلا اليوم هي تسترجع هنشير الشعال وتسترجع الكثير من الهنشير وتكون تحت تصرفها وعندها الكثير من الإدارات المعنية بالشأن الفلاحي؟ ما تقوليش راه ما تنجمش، وما تقوليش ما عندكش إدارات، بل بالعكس عندك مهندسين تابعين الدولة، مهندسين فلاح، وعندك إدارات فلاحية، وعندك إدارة ضيعة في خطة عسكري. أخرى بسام مثلا، سامحني مشيت علاش عندنا خريجي تعليم عالي من الكليات الهندسية في الهندسة الفلاحية وغيره، ويحبوا يبعثوا مشاريع، علاش ما نعملوا لهم نوع هذا نعتبره مغامرة. أنا أعتبره مغامرة هذا، أنت باش تغامر بأملاكك في وقت أنت حاجتك به، في وقت أنت حاجتك به المنطقة. وشوف راهو بالله توضيح بسيط، شنو هي منطق رزق البيليك؟ راهو في فترة ما التوانسة كانوا يتعاملوا بمنطق رزق البي ليك أنت، خذ فك معك، ولات المنطق هذا السائد في الدولة التونسية، وهذا اللي خلى المؤسسات التونسية والهناشر توصل للحالة هذه. علاش؟ خاطر ما فماش رقابة فعلية من الدولة، ما فماش سلطة فعلية حاكمة وتتحكم في الهناشر هذه. رزق هامل كما نقولوا احنا. باش نتعداو الأخبار اللي بعده، تحدث رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى هنشير أنفيذة على مسالك التوزيع وعلى عملية المراقبة، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون. نسمو رئيس الجمهورية. يفترض تطبيق القانون بصفة صارمة على الناس هذوما، خاطر فما مسالك كما قلت في الظاهر، ولكن المسالك الحقيقية ما تظهرش، كما في بير القصع في الظاهر أو كبير القصع، ولكن خارج بير القصع آبار قصع أخر أو آبار قصع أخر. لا، كلمة الحملة ماذا بينا تختفي أصلا من البيانات. الأمر سياسة دولة مستمرة على مدار الساعة، خاطر يقول لك الحملة ولا نعمل حملة، لا مش حملة، عمل يومي مستمر على مدار الساعة، ما تقاش في دول أخرى في يقول لك عاملين حملة، لا العمل يومي ومستمر وتمشي مباشرة للمتسبب، مش يمشيوا كما قلت لك القاء واحد يبيع فيها الحماس، وقت اللي يمشيوا حماس يفك له الدخان ولا يفك له الشوكولاتة جابة، والأخرين اللي عندهم دبوات اللي يدخلوا فيهم سمير مور تحت الآلة ما هوش موجودين. يفترض تطبيق القانون. ما تحدث عنه رئيس الجمهورية بسام، قال بير القصع ولات بير القصاع، هي تقريبا حلقة من أخطر الحلقات اليوم في وضعية الارتباك ووضعية غلاء الأسعار ووضعية المضاربة التي يشهدها السوق اليوم. معناتها الناس كل تعرف وأنه فما أزمة متاع أسعار، أزمة متاع مضاربة، وأزمة متاع احتكار وتحكم في السوق وتحدي الدولة، ما تمعش الدولة ومحاولة إضعاف الدور التعديلي للدولة. رئيس الجمهورية تحدث عن معطى خطير اللي هو السوق متاع بير القصعة، قال اللي فما ولات أسواق أخرى، نعرفوا أن هذا هو السوق الكبير اللي تخرج منه الخضرة وتخرج منه الغلة وتخرج منه السلعة للمرشيات الأخرى ويزود معناها عديد المناطق. فالإشارة إلى أنه تم أحداث أسواق مركزية أو أسواق كبرى أخرى، أسواق جملة عفوا، موازية لهذا السوق. وشوف أحلام، في تونس عندنا قولة يقول لك اللي يسرق يغلب اللحاح. للأسف الشديد احنا اليوم في الوضع هذا، اللي يسرق ومسالك الاحتكار ومسالك التهريب أقوى من المسالك المنظمة، وهذا لعدة أسباب.
أول شيء عندك تشريعات وعندك قوانين بائدة، يعني منحت للأسف الشديد لبعض المحتكرين آلية قانونية أنه يحتكر الخضروات ويحتكر الغلال تحت منطق أنه عنده مخزن تبريد. هذا للأسف الشديد مخازن تبريد التي جعلت أساساً باش تعمل تعديل السوق بالخضروات وبالغلال، واللات هي اليوم تعمل في الاحتكار المقنن. وقت اللي يداهموا الوحدات الأمنية مخزن تبريد يستظهر بالوثائق متاعه أنه عنده رخصة للأسف الشديد، والحال أنه ثم معدل يعني متاع التخزين يلزم يقوم به، مثلاً يشري 10,000 طرناطة يلزم يخرج 8,000 ويخبي 2,000 بركة، بل توسار بالعكس. أضف إلى ذلك وخلينا نكونوا واضحين وصريحين، اليوم في يعني في مسلك الرقابة ثم فساد كبير. شوف وقت اللي باش تخرج فما وقت اللي بتصير عملية مراقبة للأسف الشديد، وخلينا نقولوا قاعدة تصير تليفونات للتجار الكبار وقاعدة تصير تليفونات للمهربين من طرف بعض المتواطئين ويعلمهم أنه راهو فما حملة مراقبة كيف ما قال رئيس الجمهورية. الحملة هذه للأسف أي تبوء بالفشل، لأنه برشا تجار يسكروا الحوانت متاعهم أثناء الحملة وخلال الحملة، وهذا ما يسفر عليه حتى شيء. أنا نعتقد أنه حملات المراقبة يلزمها بصراحة ما تكونش بالدوسار وما تكونش بجيلي، يعني أعمل كيما الأمن السيفيل اللي يدور، أعمل حملات مراقبة سيفيل من غير ما تعلم ومن غير ما تعمل حملة معلنة، وتكون مراقبة آنية ويومية، وهو بيدو اللي راقب يلزمه يتراقب من فوق. راه للأسف الشديد خاطر فما شوية تلاعب بالمسألة هذه. أما زاد راهو خلينا نكون واضحين شوية، فما نقص نتاع مواد أساسية خاصة المواد الأساسية المدعمة ناتج عن سياسة التقشف التي تعتمد فيها الدولة والتقليص في استيراد الكثير من المواد على غرار السكر، على غرار القهوة، على غرار الكثير من المواد الأساسية المدعمة، على غرار الزيت النباتي كذلك، راهو ناتج عن التقشف. يلزم الدولة قداش من مادة بس يا مادومة؟ هذوما قداش كي تحسبهم؟ قداش من مادة؟ قداش من مادة بسبب المواد الأساسية المدعمة؟ لا هي قداش قداش اليوم يعني قداش عندك مادة مفقودة؟ هذا هو اللي يحتاج لها من المواد المدعمة. شوف مش بالكم، يعني مهم بالمدى الأهمية، مدى أهمية. اليوم راه وقت تحكي على زيت نباتي ما فماش، لوج عليه التونسي زيت النباتي ما عنده 10 سنين ما فماش، لا عنده 10 سنين ما فماش، عنده 10 سنين لأنه فما منظومة اللي نحكيو عليها هي قلت الدولة بصفة عامة، يعني 10 سنين عنده زيت النباتي ما فماش، الدولة تعتمد في سياسة تقشف ما فماش. شوف دولة تعتمد في سياسة تقشف وقلصت في استيراد الكثير من المواد والتقليص في استيراد المواد هذه خلى نقص في ربما تواجدها في السوق، والنقص هذا دفع برشا ناس انها تخبي الكثير من السلع. يقول لك اليوم ما فماش قهوة، خليني نخبي شوية القهوة ونبيعهم للكليونات نتاعي ونبيعهم بأسعار أكثر. يقول لك اليوم ما فماش سكر، خليني نخبي السكر باش نخرج معاه الحليب وباش نخرج معاه الخبز. لابد للدولة أن تصارح الشعب التونسي في الجانب نتاع التقشف. أمراو هاني قلت لك فما زوج متلازمات، الاحتكار موجود، فما شوية تقشف من الدولة. كان تفكر مدير الديوان الوطني للتجارة وقت سألته على كميات القهوة المستوردة قالوا تم التخفيض في الكميات المستوردة. شوف يعني حاجة وحويجة، الدولة يلزمها تكون واضحة وصريحة في جانب المواد المدعمة، إما أنك مش تسحب الدعم من هذه المواد أو أنك ما تستمرش في دعمها وما تستوردهاش. يعني فهمتها قداش من مادة يا بسام؟ راهو احنا اليوم نحكيو على حالة غلاء معناتها تشمل كل المواد في السوق اليوم، تشمل الخضروات، تشمل الفواكه، تشمل المواد اللي تحكي عليها أنت، تشمل المضاربة بجميع. اليوم تمشي أنت تلقى أنه فما كما أنت كنت تقول فما سرعة أما تلقاها مخبية في الدبوات، تجي فما حاجات مش موجودين في تونس العاصمة، تهبط لأي ولاية في الداخل تلقاها موجودة. تلقى نفس الماركة عندها الياغورت الغالي والياغورت والحليب ما عندهاش مثلا، وإلا الزبدة ما عندهاش، لكن الياغورت اللي هو بالفين موجود واللي ب 15% موجود. معناها فما بعيدا عن أنه الدولة تتبع سياسة تقشف أو أنه فما بعض المواد المرتبطة بالسوق الدولية وبغلاء أسعار اللي في السوق الدولية، فما مشكل حقيقي في مسالك التوزيع اليوم في تونس، وفما مشكل حقيقي في العملية التعديلية للدولة اليوم. فما تغول كبير من المضاربين ومن أصحاب المخازن التبريد هذية ومن غيرهم، هذوما من المحتكرين اللي هم دخلوا في عملية كسر عظم مع الدولة. واليوم الدولة تقول وبكل وضوح بأنها لن تترك هذا الأمر يمر ماجد بسهولة.
نعم أكيد معناها أحلام زادة نشاطر بسام في الجزء الأول ثم بعض المواد الأساسية وغيره اللي في إطار سياسة تقشف الدولة معناها مش قاعدة تستورد هذا متفاهمين فيه، لكن كما كنت تحكي أحلام ثم معناها نسبة هامة من المواد اللي بلادنا قاعدة تنتج فيها وبشكل معناها بكميات كبيرة، لكن ما تلقاها شيء في الأسواق أو تلقاها بأسعار غالية وبصورة معناها بكميات نادرة، وهذا ندل على شيء أنه يدل وأنه هناك خلل في مسالك التوزيع، هناك مضاربين بطبيعة الحال قاعدين يستغلوا في الوضع العام، وهناك ضعف للدولة برز في السنوات الأخيرة قاعدين نشوفوا في النتائج متاعه في هذا الميدان وفي ميادين أخرى بطبيعة الحال. معناها من أهم تمظهراته هذا غياب المواد هذه معناها نتيجة المضاربات. من المهم جدا وأنه رئيس الجمهورية يكون موجود، لأنه التونسي يحب يشوف رئيس قوي يقف على معناها على كبيرة وصغيرة، عنده موروث رئاسي تونسي بطبيعة الحال عبر التاريخ من بورقيبة بن علي احنا ماشيين فهمتني إلى غير ذلك، فمهم جدا وأنه الرئيس يكون موجود يضبط هذا الأمر. لكن من المهم أيضا وأنه وزارة التجارة تعزز معناها بأعوان جدد، لأنه العدد على حد علمي محدود وغير قادر على أنه يؤدي معناها وظيفته على الوجه الأكمل. مطالبين ربما إذا كان حتى الدولة ما عندهاش إمكانيات باش تنتدب نبحث نتعاون مع المجتمع المدني مع بعض الجمعيات معناها التي تعنى المجتمع المدني في وزارات اخرى متداخله في هذا الاطار، كان عندك حلول ما في اي وزارات اخرى متداخله تنجم العمليه تشمل وزاره الداخليه تشمل وزاره الدفاع تشمل وزاره الفلاحه، تنجم كل الاجهزه الرقابيه تكون موجوده في عديد الوزارات، مش كان حتى خاطر وزاره التجاره وحده يسر عليها دوريات مشتركه والعدد محدود. اهم حاجه اعمل دوريات مشتركه للرقابه، دوريات مشتركه وتتداخل فيها جميع الوزارات. مش تهز الجيش أحلام، الجيش مهمته دفاع عن الوطن وطوب شو دخلوه في الأشغال العمومية على سبيل الذكر الشرطة عندك وزارة الفلاحة عندك مراقبين قاعدة تصير دوريات مشتركة يعني حملات للأسف باقي العدد والعمل هذا يجب يكون يومي. هو تقريبا العدد ظهر لي في قانون المالية ظهر لي ينص على انتداب أعوان مراقبة خلال الفترة القادمة. الحقيقة الموضوع ما نستحضروش بالبي، أما يبدو لي أنه فما انتدابات لأعوان مراقبة. شوف رأي المسألة زاد ما تعلقش كالمراقبة، غير حتى المواطن راه يلعب دور المواطن عنده دور كبير. اليوم أنا حكيت عليه المرة فاتت صحافة المواطن، أنت كمواطن لقيت مواد أساسية غالية يعني سجل ودون وابعث وصور، هذا مهم برشا راهو انك توثق وانك تكشف على الفساد. مش مواطن زاد راهو ينخرط هو بيده في اقتناء المواد الغاليه وبعد يمشي في الفيسبوك يقول المواد غاليه، انت بيدك ساهمت في شرائها، تبال بالعكس صور. يمكن انا سياسي لهنا لاحظت شويه ما تغير اليوم انه الدوله تعترف انه فما غلاء اسعار، ما تغير انه الدوله تعترف انه فما فساد، أن الدولة تعترف أنه فما مضاربة على عكس ربما الفترة الماضية، لكن لابد أن لا يقف عند الاعتراف. الإجراءات والقرارات العاجلة هي أفضل دواء وهي أفضل حل. وكانت تفكر أحلام وقت حكينا على التونسير قلنا رأي القرارات يلزمها تصدر بعد كل زيارة، وصدرت إن شاء الله تصدر قرارات اليوم تتعلق بالرقابة بتاع الاحتكار. صدرت قرارات وصدرت معناها في عديد الزيارات، وفي نهاية المطاف نعود ونرجع إلى المعضلة الرئيسية اللي كنا نحكيه عليها أصل الداء، وهي عدم كفاية أعوان الرقابة اللي موجودين في وزارة التجارة. وهذا يأكدوا عليه راهو عديد المسؤولين اللي سواء معناها جاءوا في البرنامج هذا وفي غيره على أنه العدد محدود جدا وغير قادر على القيام بواجبه على الوجه الأكمل. معناها كما كنت تحكي لو أنه ثم فعلا انتداب معناها عدد كافي في قانون المالية القادم معناها يا حبة شو مالك ماجد والله المسألة اللي تتعلق بالعدد فقط وإنما تتعلق، خلينا نكون واضحين، تقبل في عهد سابق زي العابدين بن علي كان عون شرطة يعني يتحكم خلينا نقولوها في مرشي كامل ويراقب الأسعار ويغزر. اليوم يلزم تسترجع مكانة أنه أعوان الدولة يكونوا متواجدين، ويلزم تتنحى عقلية ونجم المدل تحت الطاولة وما يسجل ليش معه. شو اسمه وزير الداخلية خلال حضوره أمس الجلسة العامة لمناقشة مهمة وزارة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 في البرلمان، أكد وزير الداخلية خالد النوري على أن الوحدات الأمنية تعمل على عمليات تكثيف الرقابات الأمنية المشتركة مع وزارة التجارة لمكافحة الاحتكار ومراقبة مسالك
التوزيع مع رقمنة منظومة التزود والتزويد في سوق الجملة لتسهيل عملية الرقابة ومزيد إضفاء النجاعة عليها، وذلك في إطار مقاومة ظاهرة الاحتكار والتجارة الموازية. مقاومة ظاهرة الاحتكار والتجارة الموازية، هنا الوحدات الأمنية تعمل على تكثيف الرقابة من قبل مختلف الهياكل المتداخلة مع رقمنة منظومة التزود والتزويد حتى يتسنى التعرف على المزودين والكميات التي تم بيعها في سوق الجملة، وتحديد هويات تجار التفصيل والكميات التي تم اقتناؤها، مما يسهل عملية المراقبة. أيضا إصلاح المنظومة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي والضريبي، ودمج القطاع الموازي ومكافحة التهريب، ومراقبة مسالك التوزيع واتخاذ الإجراءات الردعية في شأن المحتكرين. يتم العمل حاليا بالوزارة على التركيز على التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة، وذلك بإجراء رقابات ميدانية مشتركة مع فرق من وزارة التجارة ضمن خطة عمل مشتركة بين الوزارتين. أكثر من 68,900 زيارة رقابية نفذها أعوان المراقبة الاقتصادية التابعين لوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال الفترة الممتدة من بداية شهر أكتوبر إلى 11 نوفمبر الجاري، وشملت عملية المراقبة الأسواق المركزية والمخابز والمطاعم والمخازن ومسالك التوزيع، وذلك في هدف القضاء على المضاربة ومقاومة الاحتكار وتنظيم مسالك التوزيع. التفاصيل أكثر نسموها في تقرير لأمن السيتي. احتكار، مضاربة وارتفاع أسعار مواد استهلاكية مقابل اختفاء أخرى في الأفناء، تأكيد حثيث ومتكرر من رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة تشديد المراقبة على مسالك التوزيع والمخازن والتصدي للغلاء. وفي اجتماع مجلس الأمن القومي بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، شدد رئيس الجمهورية على أن قوت الشعب التونسي خط أحمر ومسؤولية وطنية تقتضي تفكيك المسالك الغير قانونية والشبكة الإجرامية ومحاسبة كل طرف فيها. كما سبق وأن أكد رئيس الجمهورية لدى استقباله وزير التجارة سمير عبيد بتاريخ 29 أكتوبر على ضرورة القضاء نهائيا على المسالك التي توصف بأنها مسالك توزيع في حين أنها شبكة إجرامية يتضرر فيها المواطن والفلاحة. أكثر من 68,900 زيارة رقابية قام بها فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر إلى 11 نوفمبر من العام الحالي، بهدف القضاء على المضاربة ومقاومة الاحتكار وتنظيم مسالك التوزيع. 3,000 فريق رقابي، تم رفع قرابة 11,000 مخالفة اقتصادية. المخالفات الاقتصادية هذه 50% منها هي مخالفات متعلقة هي السعرية واحتكار ومضاربة، حيث تم حجز في هذه الفترة الوجيزة هذه 649 طن من الخضار والغلال، فوق 100 طن من مشتقات الحبوب، قرابة 11 طن من منتجات الدواجن والأسماك، 50,000 بيضة، 36,000 فوق 600 لتر زيت النباتي المدعم، فوق 3,000 لتر حليب، 4,2 مواد غذائية مختلفة، فوق 25,000 علبة تبغ، وقرابة 900 طن من المواد العلفية. ليست المرة الأولى التي يكشف فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد عن شبكات إجرامية ومحتكرين ومضاربين يسعون للتحكم في الأسعار والسيطرة على السوق. وفي هذا الإطار وضعت وزارة التجارة خطة عمل مشتركة مع وزارة الداخلية. قاعدة عملية مشتركة تقوم بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة، نراقبوا ونحن ديما الغاية أنه ممكن احنا الحيتان الكبيره دي ديما نصدرها ونحاولوا نقضي عليهم. هذه التطبيقه خاصه بمنتوجات المطاحن، مشتقات الحبوب، هناك قائمه في جميع المخابز المتواجده بالبلاد التونسيه، 3,344 مخبزه. في صورة ما نقول احنا مخبزه ارتكبت مخالفه اقتصاديه وتم تحليل محض البحث، نقوم مباشره بعمليه من التقنيه اللي نقوم بها. رقمنة مسالك التوزيع ومراقبتها عن بعد هي آلية فنية للتصدي للاحتكار والمضاربة، وتعمل على التحكم في مسالك التوزيع ومخازن التبريد.
تكثف مصالح المراقبة الاقتصادية جهودها في شن حرب واسعة على مسالك التوزيع العشوائية والحيتان الكبيرة التي تحاول التحكم في الأسعار، لكن يبقى السؤال المطروح: اختفاء المواد الاستهلاكية من السوق وتأثيرها على قفة المواطن التونسي في صالح من؟ ومدى نجاعة الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة التجارة؟ مشهدات مشتركة بسام بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية هي في الحقيقة ماهيش حاجة جديدة، هي معناتها من قبل صارت عمليات كيف من هذه، لكن المرة هذه ربما الوتيرة أسرع. أنا نشوف أنه الحل الأهم هو انخراط المواطن في العملية هذه. المواطن لازم يبلغ على أي عملية تجاوز يشوفها، سواء من حيث الأسعار أو من حيث الشك في مكان معين أنه هو يشوف في حركة غريبة في تكديس متاع سلاع، لأنه راو هذيك ماهيش صبة. هذيك كي يسكت المواطن على مثل هذه الممارسات، راهو التداعيات سوف تكون على جيب المواطن، لأنه فما ناس قاعدة تستثرى وتستكرش في عملية تحدي للدولة. ومؤكد هو في حتى عبر التاريخ ونعرفه معناها بالتجربة، أنه ديما في الأخير الدولة هي التنتصر، الأجهزة متاع الدولة هي التنتصر في أي حرب من هذه الحرب وإلا أي حرب أخرى مهما كانت نوعها. بس تعليقك. هو شوف في التقرير وردت كلمة الحيتان الكبيرة مرتين. الحقيقة ما نعتبرهمش حيتان، هذوما قروش ولاو اللي يقوموا ب الحوت أكبر من القرش، يعني الحوت يبلع كل شيء. إمنا أصح، لا هذو متوحشين أكثر، هذو متوحشين متوحشين بالحق. يعني ثم توحش اقتصادي للأسف الشديد في تونس، خاصة في المضاربة، وخلينا نقولوها بكل أسف وبكل مرارة، باستثناء الشرفاء اليوم الفساد ولا عقيدة تجارية، الفساد ولا عقيدة اقتصادية. للأسف حب المال اقتصاد. حب المال طغى على الكثير من التجار، على مصلحة التونسي، على مصلحة صحة التونسي، أول شيء في الاحتكار، ثاني حاجة في الغش. اليوم فما خضروات وغلال غير سليمة تباع في الأسواق، مجهولة المصدر ذلك، ومجهولة المصدر. وكي تشوف راو يعني يتحكموا في تواجد السلع والخضروات على كيف محاسب أهوائهم في السوق التونسي، لكن هذا راو سبب متاعه ضعف الدولة التونسية في فترة ما، بل وتواطؤ جزء من الدولة التونسية للأسف الشديد مع المضاربين ومع المحتكرين. خلال السنوات التي تلت الثورة التونسية للأسف الشديد، ولات كل شيء يتباع ويتشرى تحت الطاولة، وفما مبالات المسؤولين في فترة فعلا، وفما رخص يعني تتمنح تحت الطاولة، وفما للأسف الشديد عمليات بيع وشراء، فما أسواق بالجملة موازية في الكثير من المناطق الفلاحية. تنجم ما تمشيش لبير قاسم، تمشي لسيدي بوزيد، فما السوق بالجملة موازية تباع وتشترى في كل شيء، وأحيانا السوق الموازية هذه أكبر حتى من الأسواق الجملة المنتظمة. فما مناطق فلاحية أخرى فيها زاد أسواق جملة موازية. للأسف الشديد اليوم أعتقد حان الوقت أنه يتم القضاء على الموازي، إطلاق حرب، حرب شاملة. هو حكى السيد وزير الداخلية على أنه فما وحدات مشتركة، لكن بقى العمل خلينا نقولها بكل وضوح بقى ضعيف جدا، ولم يرتقي إلى مرتبة الحرب على المضاربة والاحتكار. ماشي. شوف، هو من الجيد في كل الحالات، سواء معناها تمكنت هذه الأجهزة وهذه الجهود من القضاء على الاحتكار والحد منه، هو وجود هذه الجهود وهذه الإجراءات في حد ذاته جيد وممتاز، ورسائل طمأنة جيدة لعموم التونسيين. معناها التونسي يحب يشوف دولته واقفة، أجهزتها واقفة، تحاول تتصدى، تبذل جهد، حتى وإن لم تحقق معناها نتيجة مرجوة، فبذل الجهد في حد ذاته معناها مهم جدا، وحضور الدولة مهم، لأنه تعطشنا إلى الدولة القوية طيلة السنوات الماضية. أصبحنا نتمنى أن نرى الدولة التونسية قوية على الميدان في كل القطاعات، وتفرض في نفسها وتفرض قراراتها وتضبط القوانين وتضبط معناها القواعد السلوك. هذا معناها للأسف الشديد ما كانش متوفر في السنوات الماضية، نتمنى في قادم معناها الفترات وأنه يكون موجود، ونرى بأم أعيننا معناها نتائج زادة تتمخض عن هذه الجهود المبذولة، ويتم معناها الحد من هذه الأسعار المشتة، ولا كما قلت البضائع المجهولة المصدر،
لأنه الشعب التونسي يئن ويشتكي، وصل إلى مرحلة بلغ فيها السيل الزباء ولم يعد هناك إمكانية لأن يتواصل هذا الوضع أكثر مما كان موجود. واضح. نواصلوا مع أخبار البرلمان اللي ناقش أمس أيضا مهمة وزارة العدل من مشروع ميزانية الدولة لعام 2025. تفاورا مع مداخلات النواب بخصوص الزمن القضائي، أقرت الوزيرة بوجود بعض التعطيلات في الفصل في القضايا لعدة أسباب، مبينة أن الوزارة بصدد العمل على التقليص من الزمن القضائي عن طريق الرقمنة باعتماد المنظومة الإلكترونية بالنسبة للقضايا المدنية. نسمع السيدة وزيرة العدل. صحيح فما بعض التعطيلات وبعض التأخير في فصل القضايا، وهذا ما هوش تعطيل متاع نهار ولا متاع عام، هذوما فما بعض التعطيلات صحيح قديمة، قضايا حتى قديمة، وترجع لبرشا أسباب اللي منها تعرفوه واللي ما تعرفوهش. على كل حال احنا قاعدين نخدموا على التقليص من الزمن القضائي، وباش نقلصوا في الزمن القضائي أحسن طريقة هي الرقمنة. بل القضايا المدنية بدينا في المنظومة الإلكترونية هذه اللي باش نبداو بها، دايرة احنا بديناها جربناها في محكمة بن عروس، وجربناها في محكمة نابل، محاكم نابل وغرومبيليا وزغوان، وكانت ناجحة. والجمعة هذه بقدرة الإله الداخلة باش نبداوها بصفة رسمية في بن عروس، وهي منظومة هذه باش تسهل ياسر المسار متاع الملف المدني من بداية نشر القضية حتى لين تدخل القضية في الجلسات وتأخيرها والتعاطي معها في ترسيمها، حتى بالنسبة للكاتب باش تشمل كل شيء، الأعمال متاع الكتابة متاع تقييد القضية متاع الجلسات متاع التأخير متاع الاختبارات متاع الأحكام التحضيرية، إلى أن نوصلوا لتلخيص الحكم باش يخرج الحكم ملخص ما عدا حيثيات الحكم اللي هي يتولى القاضي تلخيصها، وهذا راهو باش يربحنا برشا وقت. بسام، والساعة قبل كل شيء الجلسات مناقشة ميزانيات الوزارات، والله كانت فرصة أنه نسمعوا الكثير من الوزراء ونسمعوا تقييماتهم لأدائهم وتقييماتهم للوضع الحالي في الكثير من المرافق. اليوم وقت اللي نحكيه على الزمن القضائي وتعطل الكثير من الملفات وركودها في الرفوف، أن نعتقد صحيح الرقمنة حل من الحلول للتسريع على الأقل في أنه الملفات توضع على طاولة القضاء وعلى طاولة القاضي، لك للأسف الشديد رأوا الحجم الكبير للملفات أكبر من حجم القضاة، ربما قاضي تلقى عنده عدد رهيب من الملفات، فم ملفات كبيرة الحجم وفيها مسؤوليات كبيرة، فم ملفات صغيرة، فما ملاحظة أخرى شكلية للأسف الشديد علاش نشوفوا قاعة المجلس في البرلمان فارغة أثناء يعني الحوار مع وزيرة العدل اللي كان من المفروض أنه أغلب النواب يكونوا حاضرين أو كل النواب، لاحظنا لهنا تقريبا باستثناء بعض النواب اللي عندهم أسئلة بقاوا، أما بقية النواب غادروا القاعة، والحال أنه المسألة هذه راهو فريق الوزيرة اللي وراها، لا لا ما نحكيش، نحكي على النواب الآخرين في بالي ذاك فريق الوزير، أما القاعة فارغة في حوار مع وزارة من أهم الوزارات، وزارة سيادة في الدولة التونسية. أنا نعتقد أن النواب هذوما منتخبين لاستيضاح الكثير من الأمور وليس للبقاء خارج قاعة الجلسات في البرلمان. طبعا مهم برشا اللي كان يحكي فيه بسام، وانه صحيح معناها الرقمنه ستحد معناها ستنقص قليلا من الزمن القضائي الطويل والطويل جدا معناها في التقاضي في المحاكم التونسيه، لانه هناك اسباب اخرى خلاف معناها الرقمنه تحول دون تحقيق الغايه المرجوه للتقليص من الزمن القضائي، ومنها وعلى راسها العدد المحدود من القضاة، الظروف التي يعمل فيها القضاة، ترى ثم دوائر تلقاهم قضاة ما عندهمش مكاتب، راهو يهز الملفات يخدمهم في داره، ونعرفوا احنا ليس من السهل وانك باش تخدم ملفات في الدار وغيره، لانه العدد الظروف المحاكم سيئه جدا، حتى المباني نتاع المحاكم مباني مهترئه، وثم بعض المحاكم في شكل معناها مخازن يتم معناها استئجارها وتحويلها الى قاعه جلسات او الى محكمه، معناها كيفاش القاضي في الظروف هذه الكل سيشتغل وسيبت في الملفات معناها في الوقت المناسب وفي الزمن المطلوب، وبالتالي معناها المساله اكبر من معناها مجرد رقمنه فقط. ثم نقطه اخرى زاده على فرض انه مشينا في الرقمنه معناها وهذا شيء جميل، الاشكال مثلا هل انه وزاره التكنولوجيا الاتصالات واكبت التطورات مثلا ووضعت معناها ريزو في المستوى
معناها ممكن وأنه المحامي أو القاضي أو الخبير أو غيره يتعامل معاه يلقاه موجود في الأوقات الكل. وزاد معناها حتى الناس اللي باش تعمل هالمنصات هذه، هل أنه معناها الاختيار باش يكون على ناس في المستوى، مش نفتحوا منصة نحطوا كلمة السر أو غيره، لكن نجد أن المنصة هذه لا تعمل وغيره. عديد هذه معناها الإشكاليات البسيطة اللي إن شاء الله يقع البت فيها والنظر فيها بجدية. حول الإشكاليات التي طرحها النواب في علاقة بالفصل 411 المتعلق بالشيك بدون رصيد أو دون رصيد عفوا، أوضحت وزيرة العدل أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ في فيفري 2025، وأنه تتم حاليا معالجة الملفات والقضايا الواردة قبل هذا القانون. كما أكدت الوزيرة أنه تم الإفراج عن 75% من المدعين في السجن من أجل قضايا الشيكات دون رصيد. احنا ساعة قانون الشيكات مازال القانون الجديد مازال ما انطبقش، مازال يدخل حيز التنفيذ في فيفري 25. احنا قاعدين توا نعالجوا في الوضعيات نتاع القضايا والاحكام الصادرة قبل القانون هذا. احنا بتاريخ 2 اوت مثلا عندنا عدد المدعين 542 وقت خرج القانون، بتاريخ 9 سبتمبر عدد المفرج عنهم بالنسبة للي يسويوا الوضعية 111، بتاريخ 4 نوفمبر 24 تو المفرج عنهم 406. دونك معناتها اللي خرجوا 75% هذو من المداعين راهو، يعني اللي قعدوا 25 وقعدوا وخاطر هما راغبين يحبوا يقعدوا، مازال ما عندهمش جدول باش كيفاش يجدول دينه وكيفاش باش يخلص، ما هو باش يمشي يعمل التزام هكا ولا ماش لعبه. زاد هما هذوما ناس يقول لك انا كيفاش نخرج باش نلتزم، يلزم كيفاش يلتزم، يلزم يعرف روحه على شنو قاعده. معطيات مهمة قدمتها السيدة الوزيرة بخصوص المفرج عنهم في أو اللي موجودين في السجون في الشيكات بدون رصيد. 75% من المدعين في السجن من أجل قضايا الشيكات دون رصيد تم الإفراج عليهم لأنهم انخرطوا في عملية جدول الديون، و25% اللي ما خرجوش هم ما رفضوا باش يخرجوا لأنهم ما قدموش أو ما قاموش بالإجراءات القضائية اللازمة. بسام بسرعة بربي. قانون الشيك هذا حكينا عليه من قبل، هو في عود يكون يعني خطوة للإصلاح الاقتصادي ولا عبء على الإصلاح الاقتصادي؟ ويعني معروف في كل دول العالم أنه القضايا المالية السجن يكون فيها آخر حل. وقت اللي شخص يعبر عن رغبته في جدول ربما الديون المتخلدة بذمته أو استخلاص الشيك، علش لا يبقى في الداخل؟ ربما نعتبر تغيير قانون الشيك ودخول القانون الجديد في فيفري 2025 خطوة جيدة، لكن الخطوة هذه لابد أن تكون فيها شوية حذر ربما، لأنه خاصة عدم العقوبة على الشيك هذايا مش يخلي شوية فما توانسة يمنحوا شيكات دون تخوف. لكن المهم برشا أنه البنوك المالية هي اليوم مش يشملها القانون، ومعاش مش تعطاها الشيكات يعني دون رقيب ودون حسيب. ماشت. شوف هو من الجيد ونسعد كثيرا عندما نسمع وأنه تم الإفراج على الناس مورطين في قضايا الشيكات دون رصيد. بطبيعة الحال معناه خصوصا أنا ديما نتعاطف مع اللي في فترة الكوفيد كانوا أصحاب مؤسسات صغرى متوسطة وغيره وخرجوا شيكات، ثم في نهاية المطاف معناها نتيجة للوضع الصحي والوضع العام والأمني معناها ما نجموا يشوفوا بالتزاماتهم، فهؤلاء متمنين أنه حتى تشملهم إجراءات خاصة سابقة عن معناها تنقيح قانون الشيكات. هذا جيد، لكن الجانب السلبي تمنينا لو أنه القانون هذا مثلا راعى بعض الوضعيات اللي مثلا ثم المزودين اللي باعوا مثلا بضائع بشيك مثلا دون رصيد، والشيك هذا الخلاص متاعه سيكون بعد شهر فيفري، فنراهم اليوم يضغطون معناها على المواطنين وأنه يجي يخلص الشيك متاعه وإلا وأنه سيودعوا في البنوك. هو في هذه الحالة ربما باش نلقاو حالات أخرى متاع ناس أخرين سيجدون أنفسهم في السجون نتيجة معناها الدخول هذا الشيك حيز معناها نتيجة عدم وجود العقوبة السجنية بعد شهر فيفري المشار إليه. وبالتالي كان من الأفضل مثلا لو تم التفكير في هذه الوضعيات مثلا كأن يبقى الشيك الذي صدر قبل شهر فيفري فيه مثلا الجانب العقابي إلى أن يتم السداد، حتى نجنب من اشترى بشيك على أساس وسيلة الضمان، وأنه ما يجيش اليوم معناها الفورنيسور أو المزود ويطالبوا بالشيك قبل موعد دخوله حيز التنفيذ.
بخصوص التتبعات القضائية المتعلقة بصناع المحتوى، قالت وزيرة العدل بأن النصوص التي تم تطبيقها في هذه القضايا هي نصوص موجودة في المجلة الجزائية وتتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة، مضيفة بالقول بأنه لا يوجد في تونس مساجين فن أو مساجين سياسة، مؤكدة بأن لديهم جرائم منصوص عليها في مجلة الإجراءات الجزائية وتم تطبيق هذه النصوص. نسمو السيدة الوزيرة. مشكون اللي قال مساجين الفن؟ احنا ما عندناش لا مساجين الفن ولا في مساجين السياسه. ما توقع قالوا النقبار راهم مساجين سياسيين وتوا هو اللي هو مساجين الفن. ومن جهه نقولوا راهو هذوما يلزمهم يتحاسبوا باعتبار المحتوى نتاعهم مش باهي، ومن جهه الاخرى نقولوا راهم فنانين. ما نعرفش انا توا هذوما فن ولا مش فن. على كل حال احنا ما ندخلوش في الامور هذيا، امور تخصهم هما يحبوا يقيموه فن ولا مش فن. بالنسبه لنا عندنا جرائم منصوص عليها في مجله الاجراءات الجزائيه، طبقنا النصوص هذوما. الظروف التخفيف بالنسبة فما تطرح السؤال زد على ظروف التخفيف، ظروف التخفيف راهي تطبق على الناس الكل، ما فماش لا زايد ولا عامر ولا حامل ولا غير حامل. فما عندهم الأطوار، عندك الطور الابتدائي، عندك الطور الاستئنافي، وعندك حتى التعقيب يحب يعاقب لمخالفة القانون. دونك حقهم مكفول والناس الكل هاكي بعضها. واضح كلام وزيرة العدل تقريبا، خاصة على مسألة ما يسمى بين ظفرين بصناع المحتوى اللي تشدوا مؤخرا. كلام واضح وصريح، ظروف التخفيف تشمل الجميع ولا استثناءات، ولا يوجد هناك لا سجناء لا فن ولا سياسة. تقريبا هذه أول مرة وزيرة العدل تتحدث في هذا الموضوع الذي أثار ضجة كبيرة على مستوى تونس وحتى على مستوى حتى لخارج تونس. حكيوا فيه بسرعة. والكلام هذا جاء في إطار توضيح وزارة العدل انه وزيرة العدل انه راه ما فماش قانون جديد يخص تيك توك، وانما تم ربما تطبيق بعض الفصول تقريبا الفصل 226 من المجلة الجزائية على مرواد التيك توك وعلى مستعملي التيك توك وليس بقانون جديد. بقي انه اعتقد المجلة الجزائية في حاجة الى تعديلات، خاصة فيما يتعلق بمسألة الخادشة الحياء، لابد انه تكون فيها اكثر دقة ولابد انه تكون فيها اكثر وضوح. صحيح على الدولة ان تدافع على صورة المرأة التونسية من خلال التصدي ربما للمنشورات التي تضر بالمرأة والتي تستعمل المرأة كجسد، لكن في مسألة أخرى أعتقد أنه اليوم كي نحكي وما فماش قضايا سياسة، ثم قضايا عندها طبيعة سياسية، وقت اللي تلقى يعني شخصية سياسية مجنونة فإنه ذلك بسبب ربما عمل سياسي أو عمل قام به بصفته سياسي. لهنا تختلف ربما، واحد يقول لك هذا عمل إجرامي ماهوش عمل سياسي، والآخر يقول لك لا عمل سياسي. إذن في المجمل فما قضايا ذات طبيعة سياسية، لكن لهنا من المنبر هذا اسمح لي أحلام إن شاء الله ندعو أنه يتم التخفيف والتقليص من التتبعات القضائية للصحفيين بسبب ربما أعمالهم الصحفية، لأنه قاعدين نشوفوا خلال الفترة الأخيرة ثم برشا دعوات قضائية وتتبعات قضائية للكثير من الزملاء الصحفيين بسبب عملهم الصحفي. صحيح رغم فما حتى حد على رأسه ريشة، أما بعض الإثارات القضائية والتتبعات القضائية تشوه ربما المسألة وتعتبر في إطار التضييق على حرية الصحافة. أنا هنا أحلام ومن هذا المنبر معناها أتساءل إلى السيدة وزيرة العدل ولا السيد حتى رئيس الجمهورية، مواطنين المغاربة من دول المغرب العربي اللي يشتموا في تونس صباحا مساء ويوم الأحد في شارع الحبيب بورقيبة في الميكرو تروتوار ويشوهوا في صورة المرأة التونسية في كل مكان معناها ويهتكون في أعراضنا، هل هؤلاء معناها سيشملهم التتبع أم لا؟ معناها أصبحت ظاهرة، يجيوا لتونس يتمتعون بالسياحة ثم يذهبون إلى شارع الحبيب بورقيبة وينتقون. معناها أؤكد على كلمة يتم انتقاء هؤلاء، يشتمون الشعب التونسي، يشتمون المرأة التونسية، يهتكون الأعراض، يشوهون صورة البلد سياحيا وكذا. لا أحلام مازالوا، ثم يتم تداول هذه الفيديوهات في صفحات معينة ومعروفة معناها وخاصة، وما زالت تتداول إلى اليوم سواء في تونس أو في هذه البلدان المغاربية التي ينتمي إليها هؤلاء، وتم تشويه الشعب التونسي والمرأة التونسية معناها بدرجة كبيرة، وهذا للأسف الشديد يحصل على مرأة ومسمع من السلطات الرسمية. ونعرف وإحنا معناها كان في شارع الحبيب بورقيبة
الواجبة أمام وزارة الداخلية شيء هذا يصير. فأعتقد أن صورة المرأة يساء إليها بدرجة كبيرة من هؤلاء قبل أن يساء إليها من الآخرين. أما المد في الميكرو يسأل تونسي واللي وزع في المنشورات واللي وزع في المنشورات التونسي اللي قاعد الدور تونسي لكن يحل بحث تحقيقي صفحات معروفة يعني لعل يخدم لجهة أجنبية مش يخدم الجهة التونسية وين نعرفوا احنا ماجد هما ريتهم حل لنا بحث تحقيقي الصفحات هذه أول حاجة مش صحفيين خلينا نثبتوا صفحات مش صحفيين فوالا تخدم كان على المسألة هذه معناها حتى من ناحية التشويه قاعدين يشوهوا في الصحفيين هذا الذي يحزه في النفس معناها الصحفي يدرس ويقرأ ويعمل لا فما صحفيين زاد هما زاد يقوموا فما صحفيين زاد ماهمش مقصرين راهو فما صحفيين أو محسوبين على سواء إعلاميين خلينا نقولوا وما بيدهم يقدموا في محتوى قاعد يجبد في الشعب اللوطة قاعد يهبط بالوعي نتاع الشعب قاعد يستغل في بساطة أناس ظهروا على منصات اجتماعية أزواج ظهروا على منصات اجتماعية ويقوم باستدعائهم لجعلهم أضحوكة والاستغلال بساطتهم والاستغلال عفويتهم وجعلهم أضحوكة ما حتى الصحفيين راهو ما تمامش كما نقولوا احنا لا راسهم ريشة زيدا فما تجاوزات منا وتجاوزات منا فما تجاوزات قاموا بها صحفيين راهو ما هوش وثم اللي ينتحل في صفة صحفي في الميكرو لا هذوما صحفيين ويجيبوا في المواطنين الدول هذيا ومواطنين ثم شكون زاد معناها يتم استدعاءه مرة مرتين وثلاثة وكل مرة يتقدم صفة معينة لا لشيء إلا لشتم الشعب التونسي وتشويه المرأة التونسية لأنه نعرف وإحنا كي نحبوا نضربوا مجتمع نستهدفوا المرأة في ذلك المجتمع لأنه هي التي تبنى عليها الأسرة وغير وغير وهي المربية إلى غير ذلك ثم معناها في نهاية المطاف الناس هذوما يغادروا أرض الوطن ويمشيوا يستضيفون في دولهم في قنوات تلفزية يحتفون بهم فهمتني ثم معناها لا يجدون رادعا والله أعلم معناها مسألة غامضة تستحق فتح بحث تحقيقي. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد استقباله أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني على ضرورة إعادة بناء قطاع الصحة العمومية بكل مكوناته كما دعا إلى التكثيف في توجيه عدد من الفرق الطبية إلى عديد الجهات مع أحداث مستشفيات ميدانية ووحدات صحية متعددة الاختصاصات وفق بلاغ رئاسة الجمهورية. عندنا تصريح باش نسمعوه وإلا ليه نسمع التصريح. هوني احنا تو موجودين في المستشفى تاع بن علي بن خليفة اللي يبعد 60 كيلومتر على صفاقس فيها 60,000 ساكن وفيه مستشفى من 2012 هما هاو بني هاو عاودوا هاو دراسات هاو حاضر هاو شقوق هاو هذايا كما تعرفوا شعار السيد الرئيس هو بناء التشييد محاربة الفساد كذلك فبناء التشييد يقع نقربوا الخدمات الصحية وكما البارحة قال في التصريح اللي نجم حلول وقتية مستشفيات ميدانية فيها متعددة الاختصاصات وفيها حتى مستشفيات جراحية باش نعاونوا ونوفروا ونقربوا الخدمات الصحية لأهالينا مش كان في بير علي بن خليفة وين ثم الحاجة نقوموا بها في انتظار الإصلاح مع أقصى سرعة ممكنة للهيكل الهيكل الصحي هذايا إصلاح قاعة عمليات 10 سنين باش نعملوا قاعة عملية ولا زوج قاعات ولا باش نشوفوا حكاية البني هذا كما قلت قبيلة وسمعتوني هذا ملف فساد من عيار الثقيل الناس كل لازم تتحاسب. خلال زيارة غير معلنة ليه اليوم لمستشفى المستشفى الجهوي بير علي بن خليفة قرر وزير الصحة مصطفى الفرجاني إحالة ملف الإخلالات التي عينها بمختلف أقسام المستشفى إلى القضاء لفتح بحث تحقيقي وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ساهم في إهدار المال العام وتعطيل الخدمات الصحية وحرمان متسكني الجهة من عديد الخدمات الصحية معتبرا بأن الإخلالات التي عينها في المستشفى هي عنوان لملف فساد بامتياز وميناء العيار الثقيل. بس ماجد كلمة ونستقبلوا ضيفنا. المستشفى هذا مش بعيد على ينشر الشعال على فكرة أيوة. قريب برشا ينشر الشعال هذا اللي عدوى الفساد انتقلت أما هذا يروا معلوم منذ سنوات أنه قطاع الصحة من أكثر القطاعات اللي انتشر فيها وباء الفساد اللي للأسف الشديد ولات لوبيات الفساد في شكل أورام تنتشر في هذا القطاع بهدف ربما تدمير قطاع الصحة وأنا نعتبر أنه هذا مش اعتباطي لأنه الغناية متاع الخوصصة القطاع وتدمير مؤسسات الدولة سواء الصحية أو التربوية انطلقت منذ أشهر واليوم تقريب للأسف
المؤسسات الصحية في آخر مراحل حياتها لو كان ما يتمش إسعافها خلال الفترة دي ربما بشتهتر أكثر. مستشفى بير علي بن خليفة أظن أنه الفساد يتعلق ببناء هذا المستشفى ومقاولات بناء هذا المستشفى اللي تعطلت إلى حد اللحظة واللي الناس ما زالت تستنى إلى حد اللحظة وقتاش باش يكتمل بناؤه وانطلاق العمل فيه. أظن كذلك فما فساد في نفس المنطقة في المدرسة في المنطقة متاع بير علي بن خليفة وهذا مثال من الأمثلة الصغيرة. اليوم أنا لاحظت كذلك أنه فما الدولة غيرت في عملها، سابقا في العهدة الرئاسية السابقة كان يتم التركيز للأسف الشديد على المركزية وكانت حتى زيارات رئيس الجمهورية للأسف تقتصر والوزراء على ربما منطقة باب سعدون محطة النقل أو كذلك. اليوم تغير العمل ولات الزيارات عندها وجهة أكثر للجهات والمناطق الجهوية اللي كانت الرقابة الإدارية فيها ضعيفة وضعف الرقابة خلى الفساد أكبر حتى من المناطق. طبعا معناها العناية بالقطاع الصحي ومعناها محاربة الفساد في هذا القطاع معناها حاجة مهمة برشا بطبيعة الحال نظرا لأهمية القطاع الصحي. في نهاية المطاف المواطن اشطالب معناها نقل وصحة وتعليم وغذاء، معناها هذه مطالب المواطن. فعندما نوجه البوصلة إلى القطاع الصحي ونبحث عن مكامن الخلل أعتقد أنه هذا التوجه المثالي وهذا اللي كنا نحكي عليه أنه الدولة يجب أن تكون حاضرة والمواطن التونسي متعطش لحضور الدولة. معناها خلال السنوات الماضية اللي غابت تماما وضعفت وتم استضعافها، اليوم الدولة ربما تستعيد عافيتها في كل القطاعات. شكرا. نخرج فاصل ونرجع نستقبل ضيفنا.